مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن مرحبا. فلاح بن حثلين، حياك الله يا أبو سلمان. مساك الله بالخير يا راكان، والف الف مبروك. الله يبارك فيك، وهذا دعمك وجعلنا من خلا منك يا أبو سلمان. ومرحبا اخوي فهد، حياك الله يا أبو سلمان، امسي عليك وعلى ضيوفك المحللين والضيوف الموجودين، ومرحبا يا دكتور ناصر. مساك الله بالخير طويل العمر، الف مبروك، هناكم المخلص مثل ما يقولون عندنا بالشعبي. كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. خير الله يجمل حالك يا ابو سلمان. دكتور ناصر، بسالك الله يسلمك، كم الجوائز اللي انت واضعينها للسيارات الكلاسيكيه؟ 525 الف ريال مجموع الجوائز مقسمه. مجموعها كم سياره اللي فازت تقريبا؟ 105 سيارات، كل فئه مقسمة 21 فئة، كل فئة تحصل على 25 ألف ريال مجموع الجوائز في 5 مراكز. أي كم عدد عفوا السيارات اللي فازت؟ 105 سيارات مجموعها اللي فازوا. 105 105 سيارات، نعم، مقسمة على فئات مختلفة، عددها 21 فئة. وكل فئة كم مركز؟ 5 مراكز. خمس مراكز 5 ب 21 105. اي، والمجموع قلت لي 105 سيارات. 105. طيب اذا سمحت لي بعد الهواء نبغى نرفع الجوائز لمساعدة هذه الفئة الغالية علينا، السيارات الكلاسيكية. بيض الله وجهك ابو سلمان، بيض الله وجهك. ونوعدهم ان شاء الله، ونوعدهم السنه القادمه ان شاء الله بتكون اقوى بكثير 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 ان شاء الله، ونبي كل مثل ما يحضرون فرديات نبيهم يحضرون سياراتهم الكلاسيكيه باذن الله، والدعم بيكون موجود طبعا اولا واخيرا بحضور سيدي الله يطول بعمره الأمير محمد، هو الداعم الأول والأخير لجميع الرياضات في المملكة العربية السعودية، فإن شاء الله بيكون لها اهتمام كبير لجميع فئة الونيتات أو يسمونها البيك أب في الصياحت. شكرا دكتور. أبو شكرا لك أبو سلمان، شكرا لك، سم الله حيك. ممكن ركان يأجر السيارة على من؟ يأجر على أي واحد، ممكن أي واحد من أعضاء المجلس، أو مثل ما الآن حاصل الإيجار في البل. والله يا طويل العمر، حنا شكرا يا ابو فيصل لانك فتحت الحقيقه الخط هذا، لانه السنه القادمه نتمنى من الجميع ان شاء الله ان نلاقي سياره كلاسيكيه للايجار، نبي نشوفها مع البل. اتمنى من ملاك الابل يقتنون مثل هذه السيارات، نبيها نشوفها في مزارعهم في التصوير مع الابل. اتمنى الصراحه هالشيء هذا، اتمناه جدا. يعني شفنا احنا في بدايه المهرجان في كذا منقية طلعت بسيارات، وبعدين الظهر ابتدى عندكم ابتدت المسابقة عندكم يا دكتور ناصر، وسكرتوا على السيارات ولا عاد صرنا نشوفها في المنقيات للأسف. صحيح؟ صحيح هالكلام. اي نعم، فنتمنى بالعكس، نتمنى السنة القادمة ان نلاقي سيارات للإيجار بإذن الله. هذا الموسم ان شاء الله يا ابو سلمان، يعني كان بيننا وبين الدكتور ناصر بيض الله وجهه مبادرة مشتركة بين مجلس الصياهد وايضا الدكتور ناصر، انه نعمل على التنسيق بين ملاك السيارات الكلاسيكيه وملاك الابل هذه الفتره لاخراج محتوى وتصوير يليق بالمنقيات اللي غادرت المهرجان. خلاص يا دكتور ناصر، انت الحين تحتاج الاعلام، جاك الاعلام بكبره دخل في السيارات الكلاسيكيه، وان شاء الله نجهز للملاك ان شاء الله بسيارات الايجار وسيارات الشراء باذن الله. والنسخه هذه الاولى شفنا شيء يثلج الصدر حقيقه، فنتوقع ان شاء الله النسخه القادمه بتبهرنا يا دكتور ناصر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا الله يسلمك. شكرا لك الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس اداره نادي الابل على هذه المداخله.